بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في هذا الدرس. طبعا درس لهذا اليوم صفحة 92 وكذلك صفحة 93. لو تلاحظ عزيزي الطالب اليوم صفحتين، لان الصفحتين عندي بيهن هذه تمرين دي كلش مهم. تمرين دي يحكي لي عن انشاء الوحدة السابعة، الانشاء المهم ايضا اللي هو يتحدث لي عن انشاء الهدية. انتوا تصيحوا له انشاء الهدية من خلال قراءتنا هذه الباراجراف او هذا المقطوعة الانشائية، ايضا يعتبر انشاء. وهذا ايضا واحل لكم التمرين وارجع اعطيكم نمط على الانشاء، يكون عندكم الانشاء بسيط وتقدرون يعني تفهمونه وتعرفونه على شنو يحكي. هسه نجي نقرا هذا ونسلسل بين وحده وحده. طبعا هنا الدرس الثالث هو من الوحده السابعه، يقول listen اصغي and read واقرا. اصغي واقرا يعني اصغي لي وبعدين انت اقعد اقرا. يقول my cousin اللي هي هو ابن العم او ابن الخال. my cousin is 15 عمره شقد 15. and where he هو lives يعيش in basra. يعيش وين؟ في البصره. هو يعيش في البصره. I don't see him very often. أنا لا أراه. أنا لا أراه very often أغلب الأحيان. أغلب الأحيان very often. أنا I don't معناها لا see him أراه very often أغلب الأحيان. But لكن we نحن often often معناها غالبا. وهنا very often أغلب الأحيان. often وحدي معناها غالبا، واكو ناس تقراها often. اوكي تمشي. but لكن we often نحن عادة talk نتحدث on the phone على الهاتف. and where we email يعني نتراسل عبر الايميلات. we نحن email نتراسل and يعني نتراسل عبر الايميل. and send ونرسل messages الرسائل every week كل أسبوع. send نرسل messages الرسائل every week كل أسبوع. he is a good friend. هو شوف he is معناه هو a good جيد و friend صديق. هو صديق جيد. next week الأسبوع القادم. next week الأسبوع القادم we are نحن going to نحن سوف see him نراه. and و مو بس هو and my aunt اللي هي خالتي أو عمتي and uncle اللي هو الخال أو العم because لأن it's his birthday لأنه عيد ميلاده. يعني احنا سوف نراه and عمتي او خالتي and عمي او خالي because لانه it's his birthday عيد ميلاده. النوب راح نجي لهنا شوف ايش راح يجيب له مناسبة العيد ميلاد. هنا هذا الحديث يتكلم له عن الهدية. اوكي هنا هذا الحديث اللي يخص الانشاء. فلاحظ هنا يقول I bought him انا اشتريت له a new computer game. new معناها جديدة. game لعبة وكمبيوتر حاسوب. لعبة حاسوب ألعاب الحاسوب. أوكي مثل ما تلاحظ الصورة نفسك هذا اللابتوب عزيز الطالب نفسك تشوفها. I bought him أنا اشتريت له a new جديد computer game ألعاب الحاسوب لعبة to play لكي يلعب on his laptop على حاسوبه المحمول. على حاسوبه المحمول لاحظ on his laptop إذا تلاحظ على حاسوبه المحمول. he likes هو يحب games يحب الألعاب about عن space اللي هو الفضاء and games والألعاب where يعني يحب ألعاب space يعني الفضاء ألعاب طيارات ما طيارات فضائية and games الألعاب where يعني بقية الألعاب شنية اسمعوا يعني where حيث you can أنت يمكنك build things تبني الأشياء. يعني عندنا أظن أكو لعبة مال Clash of Clans أي أكو لعبة إنه تبني بها وتطور وهذه تشيفت إن شاء الله. فهو يحب هاي الألعاب يحب الـ space
and games space يعني الفضاء and games والألعاب where حيث you can يمكنك build and تبني things أشياء. My parents الأبوين طبعاً أنا هديتي راح أجيب الألعاب حاسوب. My parents أبوي الأبو والأم both him اشتروا له some brown leather boots. كلمة boots اللي هي الحذاء الطويلة. Some معناها بعض. Brown اللي لون الجوزي أو البراون البني بني جوزي نفس الشيء. والleather معناها جدي. يعني اشتروا له حذاء جوزية جدية. And a green green اللي معناه اللون الأخضر and blue الأزرق cotton t-shirt يعني جابوا له t-shirt قطني لونه أزرق وأخضر. I wrapped them أنا غلفتهم. شوف كلمة wrapped معناها يغلف أو شنو أو يلف يلفن يغلفن. I wrapped them up in في شوف نوعية الورق blue paper with red dots. blue الورق شنو لونه أزرق أوكي مع البيبر يعني ورق أزرق with red dots يكون عليه دوتس اللي هي النقاط نقاط حمراء يعني هي الورقة زرقاء وش عليها عليها نقاط حمراء وضحت فكرة with red dots. هذا بالنسبة لمن بالنسبة لماي كازن اللي هو ابن عمي اللي بالبصرة. راح أنزل وين عز الطالب راح أنزل لمن للبي ولاحظ أيضا البي نفس الشيء هم read and listen ومن عنده راح نستنبط وناخذ بعض المفردات اللي نستخدمها بالإنشاء بتمرين دي على صفحة 93. لاحظ هنا my little sister اختي هاي sister اختي little الصغيرة my little sister اختي الصغيرة is عمرها 5 years old 5 سنوات. she هي hasn't been very well هي لم تكن بشكل حسن او بشكل جيد يعني هي لم تكن على ما يرام يعني هي كانت مريضة فهي hasn't been يعني لم تكن very well على ما يرام او انها بخير وضحت فكرة. this month هذا الشهر she had هي لديها a bad cough اللي هو سعال لقح سعال bad سيء and cold درجة حرارة اللي هو زكام okay then ثم she got بعد ما صار وياها مثلا السعال والكولد اللي هو الزكام وهاي نزلة البرد بعدين صار then she got يعني من وحدة لوحدة سامعين نقول then ثم she got هي a rash صار وياها rash شنو rash اللي هو الطفح الجلدي او المرض الجلدي rash and had a temperature وكان لديها شنو ارتفاع في درجات الحرارة وكلمة temperature معناها درجات حرارة تو أيضا she was هي كانت in bed في الفراش for 4 days في الفراش لمدة 4 أيام كم يوم 4 أيام for 4 days هاي 4 معناها لي وهاي طبعا bed ما خاف ما تعرف شنو bed الفراش أو السرير 4 لمدة 4 days 4 أيام and وهي had to take توجب عليها take ان تاخذ تاخذ some بعض المديسين اللي هو الدواء تاخذ some medicine اللي هو الدواء our mom امنا made her صنعت لها our mom امنا هنا يحثك على الاكل يقول لك انت تمرض لازم تتناول طعام صحي هذه راح اضيفها our mom امنا made صنعت her لها some chicken soup لاحظ some معناها بعض والchicken دجاج والsoup اللي هو حساء أو شوربة الدجاج and she had وهي تناولت fruit juice شوف fruit معناه فواكه juice عصير فواكه ليش يعني لازم طعام صحي she هي had تناولت fruit juice اللي هو عصير juice عصير وfruit فواكه عصير فواكه to drink لتشرب أو لكي تشرب بعد عز الطالب dad brought her أبوي الأب أب draw about جلب her لها a pretty new dress pretty معناها جميل new dress اللي هو فستان جديد فستان جديد جميل a pretty new dress فستان جديد جميل I think أنا أعتقد it's made from cotton أنا أعتقد إنه صنع من القطن
It's blue and white. إنه لون أزرق and white وأبيض with pink flowers مع أزهار. شنو هاي flowers معناها أزهار لو ورد. شنو لونه؟ pink وردي. الثوب وصفه it's إنه blue لونه شنو أزرق and white أزرق وأبيض with مع pink flowers اللي هي الأزهار الوردية. نوب نيجي لهذا، هذا نستفاد من عده بالانشاء، راح ناخذ من عنده هواي حكي. She is feeling better now. هي تشعر، feeling معناها تشعر بتحسن الان، او هي تشعر افضل الان. اوكي يعني تحسنت، يعني صارت زينه. She is feeling better now. هي تشعر بتحسن الان. I bought her. انا اشتريت لها a teddy bear. تيدي عزيزي الطالب اللي هتلاحظ بير معناها دب، تيدي دير اللي هي هاي الدميه مال الدب، لاحظ هذه. As I get well يعني مناسبة شنو؟ get well يعني بمناسبة شفائها. get well شفاء او تحسنها. اوكي شفائها. As I get well present هدية لشفاء. She loves هي تحب teddy bears تحب الدببة دمية الدببة. ايش راح تصير؟ ليش؟ لان bears تعتبر دببة وهاي teddy دمية. and has two old ones وهي لديها اثنان قديمان، يعني كان لديها اثنين قبل هذه. two old ones يعني two اثنين old قديمات. this bear هذا الدب is very pretty جدا جميل. It's soft and woolen. إنه soft معناه ناعم، من تكمشه تمسكه بيدك ناعم. And woolen مصنوع منين؟ من الصوف. It is light brown. لونه، نجي للون. إنه light معناه شنو؟ معناه فاتح. كلمة brown بني، بني فاتح. With a dark brown nose. لو تلاحظ عزيزي الطالب dark معناها غامق. شوف هنا light فاتح وهنا dark غامق. dark شنو غامق. brown معناه شنو معناه سوري معناه لونه يكون البني اللي اخذناه ونوز اللي هو الانف مالته. فالانف مالته شو يكون؟ يكون بني، البني الغامق لونه، لون الانف. فdark غامق وbrown اللي هو البني، اللي كلمه نوز اللي هو الانف. and little black eyes. little هنا جاء صغيره. black eyes عيون سوداء. eyes عيون و black أسود عيون سوداء. I wrapped it أنا لفيته، أنا غلفته. in في pink paper. pink اللي هو اللون الوردي و paper ورق وردي. with مع little rabbits يكون الورق لونه وردي مع rabbits اللي هي الأرانب الصغيرة عليه، يعني عليه من على الورق رسمة مع الأرانب صغيرة. هاي كلمة rabbits. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى صفحة 92 قرأت وترجمت، وإن شاء الله أنت هم راح تقرأ وترجم وتصير بطل. بعدها راح ننتقل على صفحة 93 عزيزي الطالب. عندك هنا هذا لو تلاحظ ياي، هذا يحكي لي على الهدايا اللي قبل شوية أخذناها. راح ناخذ اللون قبل شوية شرحت ألوان ومنين مصنوعة وبيا ورق لفيناها. نجي للتمرين يقول بي ريد أقرأ the descriptions الوصفات اللي أخذتهم قبل قليل الوصف. and write واكتب the underlined. صفحة 92 راح تشوف كلمات جواها خط، underlined يعني أسفلها خط، ومن هنا الwords الكلمات. صفحة 92 راح تشوف كلمات جواها خط. هو رحنا نذكر هنا in the columns في الأعمدة، columns الأعمدة. لو تلاحظ عزيزي الطالب الهدية الأولى، لاحظ كلمة boots اللي هي الحذاء الطويلة. كلمة boots الحذاء الطويلة شنو كان لونها؟ لاحظوا ياي، كان لونها براون. شنو براون؟ جوزية. منين مصنوعة؟ مصنوعة من الليذر اللي هو الجلد. ليذر اللي هو شنو؟ الجلد. بيش لفال هي نوعية الورق رابينج بيبر، الورق اللي لفوا به. لو تلاحظ بلو بيبر اللي هو أزرق، ورق أزرق with red dots مع نقاط حمراء عليه. إذن هنا نوعية الورق wrapping paper ورق اللف، وهنا الماتيريال المادة المصنوعة من عندها الهدية، وهنا الكلر هو لون الهدية. ناخذ هدية ثانية وأيضا نشوف لونها ومادتها والورق مالتها. لاحظ هنا عندك التي شيرت.
طبعا تي شيرت اللي هو التي شيرت البادي نصيح له. طبعا هذا التي شيرت لو تلاحظ مصنوع سوري لونه يصير جرين اند بلو، جرين اللون الاخضر اند بلو اللون الازرق. لو تلاحظ عزيزي الطالب مصنوع من الكوتن اللي هو القطن، بيش لفوها لديه بلو بيبر اللي هو الورق الازرق with red dots الذي يحتوي على dots نقاط والريد الاحمر، يعني ورق ازرق مع نقاط حمراء. الهديه الثالثه عزيزي الطالب راح تكون دريس اللي هو الفستان، دريس فستان. اللون مالته كان بلو اند وايت، بلو معناها ازرق اند وايت وابيض with pink flowers، يعني flowers ازهار بينك ورديه، ازهار ورديه. شلون كان لونه؟ لونه ازرق وابيض مع ازهار ورديه عاليه. الماتيريال منين كان مصنوع؟ اكيد من الكوتن اللي هو القطن. بيش نوعيه الورق؟ لاحظ ما لفوه ما ذكر لي من قبل شويه، من شرحنا على البنيه اللي هي عمرها 5 سنوات ما قال لي بيش اللفه. نجي لمن؟ للرابعه. الرابعه كانت تيدي بير اللي هي دميه الدب، دميه الدب. اللون مالتها كانت شويه طويل يعني نزلتها جوه، برايت براون اللي هو برايت معناه فاتح، براون جوزي، جوزي فاتح، وذ مع دارك براون نوز، نوز انف. الانف شلون كان لونه؟ دارك غامق بني، يعني بني غامق. لون منه؟ لون الانف. اند بلاك ايز وعيون سوداء. النوعيه الماتيريال مالته منين مصنوع؟ وولن اللي هو الصوف. ليش انا قلت لك سوفت؟ رقيق ناعم، اند وولن وصوفي. اما نوعيه الورق لو تلاحظ بينك اللي معناها وردي، بيبر ورق وردي with little rabbits مع ارانب، ارنب ارانب صغيره، يعني لون الورق كان وردي مع little rabbits اللي هي ارانب صغيره. هذا عزيزي الطالب بالنسبه الى تمرين بي، صنفنا الهدايا وبعدين انطيناهن الوان وبعدين الماده مالتن وبعدين الورق الذي لف فيه. هسه راح نجي لمن؟ نجي على تمرين سي. تمرين سي هو نموذج عن الانشاء. اذا تحفظ هذا تمرين سي تحصل درجة كاملة. هذا نموذج انشاء تحفظه تحصل درجة كاملة يا بطل. فهو الانشاء هذا بالاضافة الى دي راح نكتب انياب. تريد تحفظ سي صح، تحفظ دي صح. هنا شي يقول read about the present Dania is going to buy for Ammar. اقرأ عن الهدية اللي دانيا سوف تشتريها لعمار. اكتب عن، طبعا مو هذا منطوق الانشاء، منطوق الانشاء اللي جوه تمرين دي. بس هسه انا حتى اقرأ لك عن شنو هذا مكتوب. يقول ريد اقرأ about the present الهدية دانيا is going سوف تشتريها to buy تشتريها الى عمار، تشتريها لعمار. اقرأ انيا ونشوف. I am going to buy. أنا دانيا دا تحكي تقول أنا سوف أشتري. I am going to buy. أنا سوف أشتري my little brother لأخي الصغير. شوف brother أخي، little الصغير. Okay. فراح أشتري، سوف أشتري لأخي الصغير a get well present. Present يعني get well الشفاء. Present هدية الشفاء. Because لأن هي لأنه had a bad cough لأنه كان لديه سعال and cold وزكام ونزلت برد. I am going to buy him a toy car. أنا سوف أشتري له toy car. toy معناها لعبة. شوف toy car لعبة سيارة، اللعبة toy معناها لعبة و car لعبة سيارة. أنا سوف أشتري له a toy car اللي هي لعبة سيارة. He loves هو يحب cars السيارات and trucks والشاحنات. He هو loves يحب cars السيارات and trucks والشاحنات. He wants هو يريد a big red car. big معناها كبيرة، car سيارة والريد حمراء، يعني يريد سيارة كبيرة حمراء. with مع big black wheels مع big كبير وبلاك اسود والويلز اللي هي العجلات مالته، العجلات عجلات كبيره سوداء. he likes هو يحب
fast cars هو يحب السيارات السريعة. He هو likes يحب fast سريعة و cars السيارات. هو يحب السيارات السريعة. I am going to rabbits. شوف هنا وصلنا ليلفها. يبيش يلفها الورق نوعيته. أنا سوف ألفها. To rabbit. أنا سوف ألفها. In blue. Blue أزرق and red. أزرق وأحمر paper. ورق أزرق وأحمر. هذا تريد كتب عز الطالب عشتيدك. تريد تنزل وياي. هذا منطوق الإنشاء. منطوق الإنشاء اللي بالامتحان يجيب لك إياه اللي بالوزارة يقول لك write اكتب about عن write اكتب about عن a present هدية you are أنت going to buy سوف تشتريها اكتب عن هدية أنت سوف تشتريها فأنت إيش راح تقول أنا سوف أشتري I am going to buy هاي كلها أنا سوف أشتري My sister شوف أختي A get well اللي هي شفاء Present هدية شفاؤها She has هي لديها A sore throat ألم بالحنجرة I am going to buy her أنا سوف أشتري لها أشتري شوف A teddy bear اللي هو دمية الدب She loves هي تحب teddy bears اللي هي تحب الدبابة بعد عز الطالب she has هي لديها two old ones هي لديها اثنين قديمات she wants هي تريد a bright brown يعني شنو يعني جوزي فاتح بني فاتح with مع brown nose مع انف شنو جوزي بعد عز الطالب and و Black eyes وعيون سوداء. I am going to rabbit. أنا سوف ألفه أغلفه in blue and red paper. أغلفه في ورق أزرق وأحمر. وإذا تلاحظ عز الطالب أغلب كلمات الإنشاء بنسبة عالية جدا جدا أخذتها من شرح الدرس. طبعا هذا درسي لحد لهنا قد انتهى. انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.